المخا بالكامل خارج جغرافيا سلطة الميليشيا بعد أيام من انطلاق عملية الرمح الذهبي لتحرير المدينة وغيرها من مدن الساحل الغربي. وبحسب مصادر عسكرية فقد سيطرت قوات الجيش الوطني على الميناء والأحياء الواقعة بوسط مدينة المخا غربي تعز، فيما تعمل وحدات عسكرية على تمشيط باقي الأحياء وإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيا بكثافة لإعاقة حركة قوات الجيش الوطني في بعض المناطق. وبحسب المصدر فإن الجيش تمكن من تمشيط الأحياء السكنية في العروق والمغيني وسويس والحالي والجعدي والشاذلي والعمودي، فيما تعمل قيادة الجيش على تثبيت خطة أمنية لتأمين المدينة بعد إخراج الميليشيا منها، تحسبا لأي ردات فعل من قبل الميليشيا قد تستهدف بعض المنشآت الحيوية في المدينة. وبعد إعلان تحرير المخا وعودتها إلى سلطة الشرعية، باتت الأنظار حاليا تتجه إلى الخطوة التالية في عملية الرمح الذهبي، والتي من المفترض أن تقود قوات الجيش نحو مدينة الخوخة القريبة، فيما يبقى الهدف الأكبر والمعلن عنه هو مدينة الحديدة وميناؤها، الذي تؤكد سلطة الشرعية والتحالف العربي أن بقاءه تحت سيطرة الميليشيا يمثل تهديدا لحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر. تنكمش جغرافيا سلطة الميليشيا كل يوم، فيما تمضي عملية الساحل الغربي نحو هدفها المتمثل في عزل الميليشيا وسلطتها في المناطق التي تسيطر عليها في عدد محدود من المحافظات الشمالية قبل إسقاطها بشكل نهائي. ستخوض ميليشيا الحوثي والمخلوع معركتها الأخيرة في تهامة على سواحل الحديدة، وهي المعركة التي قد تستغرق وقتا طويلا، ومن المتوقع أن تكون أكثر صعوبة من كل المعارك السابقة نظرا لأنها ستكون حاسمة في تحديد مصير سلطة الميليشيا، ولأن قواتها هناك تختبئ خلف مئات الآلاف من المدنيين على النحو الذي حدث في المخا قبل تحريرها.